هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ كثيرون أن جريمة الملك فيصل مأساة ملكية فقط، بل هي مأساة امتد صداها للوطن العربي بالكامل. فالقاتل معروف الهوية، لكن الدوافع والهدف وراء الكواليس ما زالت حولها علامات استفهام. وقد مرت المملكة العربية السعودية بلحظات فاصلة في تاريخها منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز، لكن أكثر الفصول حرجا في تاريخها هو بالتأكيد اغتيال الملك فيصل، خاصة وأنه قتل على يد أمير آخر. وللمصادفة العجيبة أن ذلك الأمير هو أيضا يحمل اسم فيصل، فمن هو ذلك الأمير الذي أطلق النار على عمه الملك فيصل؟ وما هي دوافعه الحقيقية؟ هل كانت مؤامرة خارجية على الملك؟ أم كانت المخدرات هي الدافع وراء ذلك؟ في هذا الفيديو سنحكي لكم تفاصيل الواقعة ونفند معكم الدوافع والسيناريوهات والأسرار التي قد تسمعونها لأول مرة. فإليكم القصة. عرف الملك فيصل بن عبد العزيز بقيادته الحكيمة وعلاقاته الرصينة ودفاعه المستميت عن القضايا العربية وعلى الصعيد المحلي. كان فيصل أكثر نشاطا وتحديثا من سابقيه في البرامج الاقتصادية والتعليمية، وعلاوة على ذلك جعلت إصلاحاته البيروقراطية المالية العامة للدولة وعملياتها أكثر كفاءة. ولا أحد ينسي دور الملك فيصل الذي لعبه للاستحواذ على أرامكو أكبر الشركات النفطية العالمية، ورغم تدهور صحته فقد ظل نشطا في عمله حتى النهاية. لكن سرعان ما تتخذ الأمور منعطفا خطرا، وهذه المرة يأتي التحول من داخل العائلة الواحدة، حتى قتل برصاص ابن أخيه الأمير فيصل ابن مساعد. فكيف تورط الأمير فيصل في اغتيال عمه الملك فيصل؟ درس الأمير فيصل ابن مساعد ابن عبد العزيز السعود في الولايات المتحدة، حيث التحق بجامعة كولورادو وجامعة كاليفورنيا ببرلكي، وقد وصفه زملاء الدراسة الجامعية بأنه شاب هادئ. لكن قبل أن نتعرف على حياته والتي قد تبين لنا بعض دوافعه فيما فعل، سنروي لكم تفاصيل واقعة الاغتيال. في صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 من مارس آذار عام 1975، كان من المقرر على جدول أعمال الملك فيصل مقابلة وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي في ديوانه الملكي بالرياض. وأثناء انتظار الكاظمي وصل الملك في بهو الديوان، دخل عليه شاب وسلم عليه بحرارة وسأله هل تتذكرني يا عبد المطلب؟ فاعتذر منه الوزير لأنه لم يتذكره، فقال له الشاب: أنا فيصل ولد مساعد، كنت أدرس في أمريكا. وظل الاثنان يتحدثان حول الأيام الخوالي، لكن السؤال كيف دخل الأمير إلى الديوان الملكي بالسلاح دون أن يتم تفتيشه؟ يكاد يجمع كل الشهود أن حراس الديوان الملكي لا يعرفون من هو الأمير فيصل، وأن البروتوكول يقتضي بتفتيش الغرباء خاصة في القصور الإدارية أم القصر الشخصي، فهو لاجتماع الملك مع أسرته. لذلك تتوجه الشكوك إلى أن شخصا ما، أو قد يكونون عدة أشخاص، ساعدوا في دخول الأمير فيصل ومعه سلاح تحت عباءته إلى القصر. يقول الكاظمي وزير النفط الكويتي أنهم أخبروه أن الملك فيصل وصل الآن لبهو الديوان، ويروي أيضا أن الملك كان واقفا بالإضافة للحراس وكاميرات التلفزيون التي تنقل اللقاء. وعندما هم الكاظمي بتقبيل أنف الملك سمع صوت طقطقة. كانت الساعة 10:30 صباحا بينما يلفظ الملك فيصل أنفاسه الأخيرة في بهو الديوان الملكي، حيث أطلق عليه ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد 3 رصاصات من مسدسه. فهل كان انتقاما أم مؤامرة أم اغتيال مدبر؟ تقول النظرية الأكثر شهرة أن قتل الملك فيصل مؤامرة بسبب موقفه المعادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحظر تصدير النفط أثناء حرب أكتوبر.
كما أشارت بعض الصحف أن فكرة التخلص من الملك كانت واردة بالفعل داخل الدوائر المخابراتية والصهيونية منذ حرب أكتوبر، كما أن وزير النفط السعودي أحمد زكي يماني أشار إلى أن الاغتيال كان بأيادي خارجية، لكن من الصعب قول دون دليل. لكن فتاة أجنبية كانت حول الأمير فيصل تزيد من تأكيدات هذه النظرية. ومن هي تلك الفتاة؟ وهل هي عشيقة الأمير أم أكثر من ذلك؟ كان لدى الأمير صديقة أمريكية شقراء تدعى كريستين سورما، وكانت تبلغ من العمر 26 عاما وقت الاغتيال. وذكرت سورما في تصريح للصحافة أن صديقها كان رجلا نبيلا يفتخر بأسرته وبلده، ونفت أي تهمة لارتباطها بمؤامرة اغتيال الملك، وأضافت إنها التقت بالأمير في جامعة كولورادو في سبتمبر عام 1968 عندما كان طالبا هناك، مشيرة إلى أن آخر مرة رأته فيها كانت في يوليو من عام 1974 في لوس أنجلوس عندما كان الأمير على وشك العودة إلى السعودية، فيما نفت تحقيقات أجريت حولها علاقتها بالأمر. وبعد مغادرة الأمير فيصل للولايات المتحدة ذهب إلى بيروت حيث تورط مرة أخرى في تعاطي المخدرات، كما ذهب أيضا لأسباب غير معروفة إلى ألمانيا الشرقية. وعندما عاد إلى السعودية صادرت السلطات جواز سفره بسبب متاعبه في الخارج، حيث بدأ التدريس في جامعة الرياض، وظل على اتصال بكريستين سورما. على الساعة 12 ظهرا أذيع البيان الأول، وجاء فيه أن الأمير فيصل أطلق على جلالة الملك 3 رصاصات أصابته بجراح، وقد تم نقل جلالته إلى المستشفى الرياض المركزي لتلقي العلاج. وأشار البيان إلى أن الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز قام بهذا العمل منفردا، ووصفه البيان بجملة أنه مختل الشعور. وبعد حوالي ساعة تم بث البيان الثاني لإذاعة الرياض ليعلن عن وفاة الملك متأثرا بجراحة نتيجة الاعتداء الأثيم من الأمير فيصل المختل عقليا. ماكو إسعاف، يعني ماكو إسعاف سريع كانت في حينه، قد يكون لو صار في إسعاف كان تغيرت الصورة، لكن ما صار ماكو إسعاف، وارتبكوا والجماعة كلهم ارتبكوا الحقيقة. وهنا يتم طرح سؤالين: لماذا ترك الملك فيصل ملقا على الأرض لبعض الوقت؟ ولماذا تأخروا في إسعافه؟ والسؤال الثاني: لماذا ادعى البيان الأول والثاني أن الأمير فيصل مختل عقليا قبل إجراء أي تحقيق؟ على كل حال، ربما تأخير نقل الملك للعلاج كان نتيجة الارتباك وهول الصدمة مما حدث. أما بخصوص صحة الأمير فيصل العقلية فقد نفى أصدقاء دراسته ومدرسوه في أمريكا هذا الأمر، بل قالوا إنه كان شخصية فذة وذا ذكاء وعبقرية، وكان ليكون له مستقبل باهر. حتى أن الأمير نايف بن عبد العزيز وكان وزير الداخلية وقتها نفى ما ورد عن اختلاله العقلي لاحقا، وقال إنه كان في كامل وعيه وصحته العقلية وقت ارتكاب الجريمة. وبعد محاكمة الأمير فيصل أثبتوا صحته العقلية وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه. الأمير فيصل والثأر لأخيه. يرى البعض أن الأمير فيصل ألقى باللوم على عمه في مصرع شقيقه وهو الأمير خالد بن مساعد، وذلك أثناء مظاهرات حدثت في المملكة بسبب قرار الملك فيصل بدخول التلفاز للمملكة العربية السعودية عام 1965، حيث كان الأمير خالد متعصبا دينيا وقد قتل على يد رجال الأمن أثناء اقتحام المتظاهرين لمبنى التلفزيون. ملابسات ودوافع القاتل شخصية يعني من كثرة تفاهتها لا تروى. يا أنا أتعجب كيف أقدم هذا الصبي المجنون على هذه الجريمة الشنعاء. وبعد 82 يوما من اقتيال الملك حكم على الأمير فيصل بن مساعد بالإعدام، فقد قبض عليه فور ارتكابه الجريمة وأودع في السجن، وبعد التحقيق معه نفذ فيه حكم القصاص قتلا بالسيف في مدينة الرياض. حتى يومنا هذا لم يتم الإعلان عن تفاصيل التحقيقات، ولا تزال النظريات متضاربة حول دوافع الأمير الشاب. فهل تعتقد أن الاغتيال كان ثأرا شخصيا أم مؤامرة خبيثة للتخلص من الملك فيصل؟